تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات حيث استشهد وأصيب العشرات في قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تضم نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأفادت مصادر طبية في غزة بأن أكثر من أربعين شهيدا من بينهم عشرة أطفال وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما استشهد وأصيب العديد في غارة استهدفت منزلا في دير البلح وبالتزامن شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا في مناطق شرق ووسط خان يونس وفي مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع غزة وحي التفاح والدرج اكد الهلال الاحمر الفلسطيني خروج 22 مستشفى من اصل 35 من الخدمه في قطاع غزه اضاف الهلال الاحمر الفلسطيني ان قطاع الاسعاف التابع له قد تضرر بشكل كبير في غزه جراء القصف الاسرائيلي ونفاد الوقود مشيرا الى وجود 13 سياره اسعاف فقط تعمل في قطاع غزه و71 كادرا صحيا يعملون بدائره الاسعاف وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد استهدفت سيارة إسعاف كانت تنقل أحد عشر مريضا من مستشفى المعمداني مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين مؤكدا أن كوادره تعمل على تقديم الخدمات للنازحين والمرضى وذلك في مستشفى الأمل بخان يونس قال المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي انه يتوقع المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط بسبب الصراع في قطاع غزة أضاف جراندي خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف أضاف أن الأحداث التي وقعت منذ السابع من أكتوبر الماضي تتجاوز نطاق اختصاص المفوضية معربا عن أسفه لتعرض المدنيين للمزيد من العنف والمعاناة وكذلك للمزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة <applause> تخوض الفصائل الفلسطينيه اشتباكات مع القوات الاسرائيليه المتوغله في محاور قطاع غزه، حيث اعلنت حركه حماس انها استهدفت اليوم دبابات اسرائيليه فضلا عن ثمان ناقلات للجند. بقذيفة الياسين 105 في منطقة خان يونس وأشارت الحركة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات في المحور الشرقي لخان يونس والزيتون والشجاعية وجباليا في هذه الاثناء اعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل عشره من افراده معظمهم من الضباط فضلا عن اصابه سبعه اخرين بجروح خطيره في المعارك المندلعه شمال قطاع غزه وذلك في اكبر حصيله يوميه منذ توغلها في القطاع. اوضح الجيش الاسرائيلي ان من بين القتلى ضابطا برتبه كولونيل. كان يقود قاعده متقدمه للواء المشاه جولاني وهو ما يرفع عدد الجنود الاسرائيليين القتلى منذ بدء العمليه البريه في العشرين من اكتوبر الماضي الى مئه وسته عشر قتيلا كما اعلن الجيش الاسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من اكتوبر الماضي الى 444 واربعه ضابطا وجنديا كانت صحيفة ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضخ مياه البحر في الأنفاق في قطاع غزة. أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من أن لا يكون استخدام مياه البحر فعالا وأن يعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر. في محاولة لنزع قدرات الفصائل الفلسطينية المقاومة باستخدام ادوات عسكرية وتكنولوجية مختلفة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين امريكيين: ان الجيش الاسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر في انفاق قطاع غزة، ووفقا لمسؤولين امريكيين مطلعين على عمليات الجيش الاسرائيلي، فإن غمر الانفاق الذي من المرجح أن يستغرق أسابيع قد بدأ بالفعل. في الوقت الذي اضافت فيه اسرائيل مضختين اخريين الى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي واجرت بعض الاختبارات الاوليه مسؤولون امريكيون اضافوا ايضا ان فائده استخدام مياه البحر في متاهه واسعه تحت الارض تمتد لحوالي 300 ميل اي نحو 482 كيلومترا وتتضمن ابوابا سميكه ما تزال قيد التقييم من قبل الاسرائيليين وفق الصحيفه الامريكيه فان بعض المسؤولين في اداره الرئيس الامريكي جو بايدن اعربوا عن قلقهم من ان استخدام مياه البحر قد لا يكون فعالا ويمكن ان يعرض امدادات المياه العذبه في غزه للخطر خطوه اغراق الانفاق بالمياه من البحر الابيض المتوسط هي مجرد خطوه من عده خطوات لجات اليها اسرائيل لمحاوله تدمير الانفاق بعد فشلها في تحرير اي من المحتجزين الاسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينيه او احراز اي نصر عسكري حتى الان على الرغم من دخول العدوان الاسرائيلي على القطاع شهره الثالث وإلى الضفة الغربية حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي اقتحامها لمدينة جنين ولمخيمها حين اقتحمت عدة مناطق أخرى بالضفة وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال وسع نطاق اعتداءاته في جنين لتشمل عدة أحياء قصف خلالها ثلاثة منازل فلسطينية ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين واعتقال مئة آخرين وأعلن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أربعة من جنوده جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها جرائم الاحتلال الاسرائيلي لا تتوقف عن اثاره غضب العالم وعجزه عن ايقاف عمليات الاباده الجماعيه واعتقال المدنيين متوسعا في وحشيته لتشمل الضفه الغربيه حيث واصل عدوانه الاثم على مدينه جنين بالضفه الغربيه المحتله ليوم الثاني على التوالي. وحاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي المنازل وسط تعزيزات عسكريه كبيره برفقه عده جرافات تقوم بتدمير البنيه التحتيه، وشهد الحي الشرقي من مدينه جنين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل الى نقاط عسكريه، قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ايضا عشرات الفلسطينيين لدى اقتحامها مناطق عده بالضفه في رام الله. نابلس والخليل وبيت لحم وقلقيليه وراس العمود وفي قريه سلواد قرب رام الله اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وكذلك في قريه دير ابو مشعل وامعانا في التضييق على اسعاف الجرحى او استلام جثامين الشهداء، تم منع سيارات الاسعاف من الوصول لتلك المناطق مع اجبارهم على تسليم المصابين والشهداء ما يثبت هويتهم او يمنعون اسعافهم ونقلهم. كما كنا نواجه في المرحله الاخيره انه لا يمكن اخلاء اي اصابه بدون رقم هويه او بدون صوره هويه او بدون هويه. عرفنا الجانب الاخر انه الحاله كثير صعبه وفعلا الحاله كانت كثير صعبه. وانه يجب نكلها بسرعه لكن للاسف طلب مني انه ما بنتكل ولا بيتحرك الا تجيب هويته، في الاخر تم نكله قبل ما نجيب هويته على اساس انه اخذ الطاقم الثاني السياره الثانيه اللي طلعتكها وفرض جيش الاحتلال الاسرائيلي حصارا كاملا على عده احياء واغلق جميع المداخل بالاليات العسكريه والجرافات مع قصف المنازل، كما منعت الدفاع المدنية من الوصول للمكان للسيطره على الحرائق المشتعله جراء القصف مما أجبر مديريات التعليم على تعليق الدراسة بالمدارس وإلى جانب نشر قناصة يستهدفون الشباب الفلسطيني تم تسير طائرة بدون طيار لتقوم بقصف مدينة جنين مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين لتسجل وزارة الصحة الفلسطينية عدد شهداء ومصاب الضفة الغربية بالمئات منذ العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي معظمهم أصيبوا او قضوا نحبهم بنيران قوات الاحتلال او بنيران مستوطنين لتتوالى عمليات الاباده الممنهجه والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الاعزل صاحب الارض اقتحم عشرات المستعمرين باحات المسجد الاقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الانوار اليهودي الذي يتواصل حتى نهايه الاسبوع. ادخلت قوات الاحتلال عشرات المستعمرين لباحات المسجد ووفرت لهم الحمايه، وسمحت لهم باداء طقوس تلموديه، وفي المقابل منعت شرطه الاحتلال المتمركزه على ابواب البلده القديمه وابواب المسجد الاقصى المواطنين من الدخول للمسجد الاقصى. ما تسبب في انخفاض اعداد المصلين بشكل لافت ادانت الجامعه العربيه قرار سلطات الاحتلال مصادره اراض فلسطينيه في سلوان بالقدس الشرقيه المحتله بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الاراضي واكدت الجامعه العربيه ان الخطوه الاسرائيليه تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن الملزمه التي تحظر الاجراءات الاحاديه في الاراضي المحتله مشيره الى ان مصادره الارض ونزع الملكيه وتهجير السكان من القدس الشرقيه تمثل خطه ممنهجه لتهويد القدس تباشرها اسرائيل مستغله الانشغال العالمي بجرائمها في غزه مطالبه المجتمع الدولي بالانتباه الى السياسات الاسرائيليه الخطيره في المناطق المقدسه قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين إنها تؤيد فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. نددت فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي بتصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون والتي اعتبرت انها تهدد استقرار المنطقه مشيره الى ان ممارسات المستوطنين تتسبب في معاناه هائله للفلسطينيين وتاتي تصريحات فوندرلاين بعدما قال منسق السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل انه سيقدم اقتراحا لفرض عقوبات على متطرفين من مستوطني الضفه الغربيه تتطلب هذه الاجراءات اجماعا من الدول الاعضاء السبعه والعشرين في الاتحاد الاوروبي global turning point for the first time the world is committing to transition away وحول التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم غارة جوية على جنوب لبنان وأوضحت مصادر لبنانية أن الغارة استهدفت مبنى ببلدة كفر أصفر عن سقوط شهيد فضلا عن عدد من الجرحى وتدمير المبنى بشكل كامل كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات الأطراف الشرقية لبلدة بليدة وأطراف بلدة تربيخة وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متقطعه بين قوات الاحتلال من جانب وحزب الله اللبناني وعدد من الفصائل الفلسطينيه من جانب اخر وذلك منذ التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزه منذ السابع من اكتوبر الماضي قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب، ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء عبور المضيق. كانت قوات الحوثي في اليمن قد هددت باستهداف سفن الشحن في البحر الأحمر المتوجهة إلى إسرائيل حال عدم السماح بإدخال كافة المساعدات إلى قطاع غزة. وفي وقت سابق بالأمس، أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن إصابة ناقلة تجارية نرويجية بصاروخ كانت متجهة إلى إسرائيل؛ وذلك في إطار الاحتجاج على التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة